التسجيل التسجيل الحالية. وهذه كرة من ابراهيم الشاح 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 تميدو. هدف الثاني هدف الثاني هدف الثاني لصالح النادي الافريقي. ولا اروع هدف الثاني لمنصور بن عبد مع جيسكا. هدف تعرض بعده على عباس الإصابة وخلى مكانه اللي براتي غلط يوسف الترابيسي ويقضي على أول هدف ليه مع جيسكا. التشكيل الحالية. وهذه الكرة من ابراهيم الشناح 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 قنادو. هدف الثاني هدف الثاني هدف الثاني لصالح النادي الافريقي.